رامي اسلم لي هالسمار الحلو. ميرسي يا ولد. سريلانكا شرفتينا. شو عندي؟ ما بذكر فيني شيء. باين انا اكبر منك الحين. الله يخليكم يا رب. زينا باي حبيبتي بدك شيء؟ لا سلام. حكيهم دايم ان شاء الله. يلا بخاطركم. يلا باي باي ماما. باي يلا باي 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 باي. انت تحكي لي شغلات هلا. باي دينا نهتم بنصيب وزينا فعلا دينا باين. يلا باي 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 حبيبتي. سلمي على ماما بس تحكي معها. شو رأيك بالأكاديمية؟ كتير حلوة ماما. كتير حلوة. هون الرياضة. جورج عساف ما معقول بعقد هالزلمة. كتر ما هو أساتذة عندكم ماما بتاخذ العقل. بتجنن يعني مدام ماري بودي عبطة مدام رولا كلها إنسانية. بتيجي اللي زعلان بتشكر الله. الحمد لله ماما. اشتغل اشتغل على حالك. وهذا كتير مبسوط. كتير هون هلا في كاميرا. لا في كل شيء كاميرا. ماما حنان مين انا؟ وحده. كثير اجت لعنا على البيت سلمت عليك وباش سلم عليك باش الحمد لله. ايه وكلهم اخوالك طاير عقلهم. عماتك تيتهم جورج طاير عقله ماما. عمك جورج عمومة آه. يا الله بيت زيتون كلهم. بيت زيتون كلهم ماما. كلهم حكوا كلهم اجوا كلهم باركوا كلهم هيك. انتبه دير بالك على حالك ماما ونوح. وانا ما بدي تتقاعس ولا نتفي ماما. لا ان شاء الله يعني ان شاء الله. ماما قال لي ابوك يعني فهمت ناصيف. فهمت انا والله بفهم. فهمت شو قلت لك هلا انا هلا شو قلت لك. فهمت شو قلت لك. قليلي ما هي ما عرفت شو. يلا خلاص بعدين. يلا خلاص. يلا باي باي. يلا يلا خفف ما أي. يلا ما الله يوفقك يا أمي. الله يخليك. انت جاي نشتغل. الله يرضى عليك. أنا والله بعرف والله بعرف. الله يخليك يا أمي. بس أنا شو حكمتني هيك. انا فهمان عليك. فهمان عليك ماما كثير. ماما ماما حبيبي المهم تنوع وتشتغل وخلص. أوكي. فهمك انت. أوكي. هذا بدك شيء يا بابا. الله يسلمك. الله واخواتي انا. طب في شيلوا الكاميرا. ما في في كاميرا هون. ما في فهمان عليك. ما لا بدي ما في كاميرا صوت صوت لك. مرحبا.